نتائج وقالت إنها مسورة. تصاعد التوتر في جزر القمر مع وقوع أعمال عنف غداة الانتخابات الرئاسية في البلد الواقع في المحيط الهندي، غداة إعلان لجنة الانتخابات فوز الرئيس غزالي عثمان بولاية جديدة مدتها 5 سنوات. وبحسب النتائج التي نشرتها اللجنة المستقلة الوطنية، فقد فاز الرئيس غزالي بنسبة 62.97% من الأصوات في انتخابات بلغت نسبة الإقبال عليها 16.3%. نددت المعارضة في جزر القمر بتزوير الانتخابات الرئاسية في البلاد، في حين قال الرئيس المنتهية ولايته غزالي عثمان إنه كان واثقا بالفوز من جولتها الأولى. وأعلن المعارضون عن وجود عدد من المخالفات منذ فتح مراكز الاقتراع في المعاقل التقليدية للمعارضة، مع حضور ضئيل للناخبين وتأخير التصويت والافتقار إلى اللوازم الانتخابية ومنع المقيمين من مراقبة حسن سير التصويت. ونفت حملة الرئيس المنتهية ولايته وقوع أي عمليات تزوير. وعزى الرئيس غزالي عثمان الإقبال الضعيف إلى سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، حيث لم يشارك المواطنون بكثرة في العاصمة ماروني بسبب هطول أمطار بلا توقف. ويختار نحو 340,000 ناخب رئيسا من بين 6 مرشحين لهذه الدولة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 870,000 نسمة. وكان غزالي عثماني الذي يسعى لولاية ثالثة على التوالي فاز في الانتخابات الرئاسية السابقة التي جرت في 2019 بنسبة 60% من الأصوات في الجولة الأولى، لكن تم الطعن بالنتائج. مشاهدينا الكرام، ختام المسائية إلى التذكير.